حقيقة انه يعني احنا في الصيف وكل الناس في الصيف تحب تروح البحر، واحنا هنا كلنا بنحب اسكندرية، مين ما يحبش اسكندرية؟ لكن احنا كمان عايزين انه طول الوقت كل الناس تقدر تروح البحر، كل الناس اللي حتى عندهم يعني احتياجات خاصة يقدروا انهم يفرحوا ويستمتعوا بالصيف زيهم زي كل الناس، يكون عندنا شواطئ مخصصة ليهم، ناس تساعدهم انهم يستمتعوا بيومهم ويقدروا انهم يصيفوا ويتبسطوا زي باقي الناس. خلينا نروح نشوف مع حضراتكم لتقرير بيتكلم على ذوي الهمم وفرحتهم بافتتاح اول شاطئ للمكفوفين في اسكندريه. نروح مع حضراتكم نتفرج على هذا التقرير، والحقيقه ان الواحد بيسعد لما يشوف الخدمات دي تقدم لاهالينا من ذوي الهمم، انهم يستحقوا انهم يسعدوا بكل يعني ما يقدم داخل المجتمع المصري، يستحقوا انهم يعيشوا حياه كريمه يستمتعوا بيها بكل يعني الطبيعه الحلوه اللي احنا بنعيشها في مصر. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونروح فاصل ونرجع بعده نكمل معاكم فقرات التاسعه، خليكم دايما معانا. فكرة شاطئ المكفوفين الحقيقة كانت فكرة جميلة من إدارة السياحة والمصايف عندنا في اسكندرية، فكرة بتعتمد على مجموعة من الحبال العائمة اللي بيسير على هداها الكثيف، وهي تمتد بطول 30 أو 35 متر داخل المياه وتمثل فتح الدخول وفتح الخروج، بتعتمد أيضا على منسوب ارتفاع المياه ما يزيدش عن متر ونص تقريبا. كل كفيف احنا بنزوده بصفاره بتبقى في رقبته في حال استشعار اي خطر بيصفر بيها، وان كنت انا باكد ان مفيش اي نوع من انواع الخطوره لان احنا اخترنا المنطقه اللي بنعمل فيها هذا الشاطئ بعنايه. فكره جميله نبعت من فكره العام الماضي اللي هي فكره شاطئ ذوي الهمم اللي انشاناه العام الماضي. خليني اقول لك كل عام هيبقى فيه تطوير جديد. خلينا أقول لك إن فكرة الشاطئ المجاني نفسه فكرة جميلة بنكررها في منطقة الأنفوشي. الشاطئ بيسع 1000 أسرة تقريبا في حدود 4000 نسمة، وكذلك شاطئ الأنفوشي 4000 نسمة تقريبا. الشاطئ بيستقبل الحالات الفردية ومفتوح طول اليوم، لكن إحنا دايما بنحاول ننسق مع الجمعيات اللي بترعى فئات الإعاقات، زي مثلا جمعيات بترعى اصحاب الاعاقات الحركيه. احنا خلاص اصبحت الاداره المركزيه هي الجهه المنوط بها التنسيق مع كل جمعيات الاعاقات اللي بترعى الاعاقات في انحاء الجمهوريه. في فريق الاعلام بيبقى متواجد، بننظم لهم يوم ترفيهي بيبقى فيه رعاه كتير عندنا بيقدموا لهم وجبات، بيبقى يوم ظريف جدا زي اليوم اللي احنا شايفينه النهارده. النهارده في جمعيه من اسكندريه وفي جمعيه من المنيا وفي جمعيه من البحيره من الدلنجات كلهم موجودين معانا النهارده. احنا عندنا شاطئ اوريدي لذوي الهمم اللي هو فيه الرامب بتاع اصحاب الكراسي المتحركه، وكان دايما سياده المحافظ صراحه دايما بيدعم جدا اي حاجه لشاطئ ذوي الهمم. وكان مره اللواء جمال رشاد رئيس الاداره كان بيقول احنا ليه ما بيجيناش جمعيات مكوفين كتير، فلما حطيت نفسي مكانهم حسيت ان انا محتاجه حاجه امنه انزل فيها، ابقى خايفه وانا لوحدي، هم دايما بيسندوا دايما حد مرشد ليهم. فهي الفكره برضو في ان هو الاستمتاع بالبحر مش مجرد نزول البحر، فانا عشان استمتع لازم اكون بحريتي. احنا هنا شغلنا بيتم لثلاث حاجات، اول شيء بيبقى تامين، تاني شيء بيبقى انقاذ، تالت شيء بيبقى اسعاف. طول ما انا هنا جيت الميه امنت ارواح الناس اللي موجوده معايا في الميه، يبقى هوفر وهريح مجهود شغل الانقاذ، ولو وفرت شغل مجهود الانقاذ هوفر شغل الاسعافات معايا، هيبقى الناس اللي موجوده معانا في امان وهيروحوا مبسوطين. تامين هنا في شاطئ ذي الهمم 100%، في خطوط عايمه وفي رامب للكراسي المتحركه وفي منقذين مغطيين العدد، يعني يكاد يكون كل 3 أفراد بيبقى معاهم منقذ في الميه طول الوقت، طول ما المكفوف او المعاق في الميه احنا في الميه، وبنشعر بكميه طاقه ايجابيه جامده جدا وبنبقى فرحانين، والله بنبقى فرحانين واحنا معاهم.
بحب يعني اشكر يعني المحافظ وسياده الرئيس اللي فتحوا لنا يعني الشاطئ ده، والشاطئ ده الصراحه يعني جميل وفي حاجات جميله، حتى يعني مدينا يعني السفاره دي يعني عشان لو يعني لو غرقنا مش هنلحق يعني نغرق يعني فبنسفر فبيجونا على طول. الشاطئ حلو يعني عشان خاطر احنا الاول كنا لما كنا بننزل في الشواطئ تانية ما كناش عارفين ناخد راحتنا، لكن هنا انا يعني احنا خدنا راحتنا زي ما احنا عايزين. انا الشاطئ حضرتك ما كنتش بننزل اساسا الميه بالمعاناه بتاعت الرمله، وما نعرفش ننزل وما بيعرفوش ينزلوني من الرمله. دلوقتي ربنا يبارك لهم من ساعه ما عملوا لنا مشايه اللي هي ورايا ديت، بسم الله ما شاء الله بننزل عليها عادي وبينزلوني، والحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من ربنا الحمد لله.